لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه لعلكم ومساكنكم لعلكم تسألون. ما اتصلتوا أصحاب خبرة. ولذلك لما صارت انهيارات قلت في الولايات المتحدة وغيرها أكثر ناس كانوا عارفين أساس الانهيار وين الخطأ وين الخطأ مين. هم بيعرفوا أكثر ولا احنا وكيت الدول الغربية وما حصل فيها من انهيارات أو ما يحصل فيها من أمراض جنسية وتفاصيل أو ما يحصل فيها من تفكك أسري وغيره أو ما يحصل فيها من جرائم إحنا بنعرف أسبابه أكثر ولا هم هم أصحاب خبرة. الآن صرتوا أصحاب خبرة ارجعوا أشوف لحظة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. صرتوا أصحاب خبرة هون اكتملت الخبرة هون. والدليل على اكتمال خبرتهم لاحظوا الآية اللي بعدها قالوا يا ويل قالوا يا ويلنا إنا شوفوا التأكيد إنا كنا ظالمين. لقيت الغربيين مدركين وين الإشكالات في الانهيارات الاقتصادية ولا مش مدركين. الاتحاد السوفيتي لما انهار أدركت الناس شو أساسه. أنتوا اللي بتعرفوا أساس الانهيارات ولا هم وكل أمة بتدفع ثمن في الأخير بتصير عارفة. وهذول يصلح تتخذهم أنت خبرة تسألهم كيف يعني وين الإشكالات وين الكذا وين كذا شو من وين أتيتم وحضارتكم من وين يعني أجاء التآكلها. وبقول لك إحنا عارفين يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هم اللي بيدركوا أكثر. أما عنا اللي بعدهم مش مجربين ومش ماكلينها بيظل خبرتهم ناقصة وسؤالهم مش كثير بفيد مش عارفين بعدهم. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترثتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. صرتوا أصحاب خبرة أنتم بلكي تفيدوا البشر تفهموهم شو الصح. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم. ما هو دير بالكم اللي بيصيبوا مصيبة كبيرة إلى درجة القسم وخربشة المجتمع وتفككه وانهياره هذا اللي بيكون صاحب خبرة بصير يتذكر كل شيء عمله غلط. وهذا اللي بيظل يولول مش بتقولوا بتولول المرة. شو يعني بتولول مرة واحدة؟ يا ويلنا إنا كنا وبيظل متذكر فساده وظلمه وبيظل ظلمه مطارده وملاحقه في نومه وفي صحته. طيب